اهلا يا هانم. اهلا يا بروف. واسمه ايه اللي معلم مرات الرقص ده؟ اسمه بوهزه. بوهزه ونص. دعونا نرقص في صمت. اول حاجه لازم ترقص في جسمك هي ودنك. ودني؟ ازاي يعني حضرتك؟ ايوه يعني زي فؤاد المهندس كده في فرافيره. انا جاي لما كانت ودانه بترقص. لا طبعا انا مش قصدي كده، انا اقصد ان ودنك تلقط اللحن وتفهمه وتهضمه وتترجمه مع مخك، يعني تبقى اذن موسيقيه. ويوي جوسي يا عم ابو هزه، اولا بنوتي وهي زغنونه خالص كانت ودناتها موسيقيه جدا، وكانت حافظه الاغنيه وبترقص عليها اللي هي ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور سو سو هاو هاو سو سو هاو هاو. ايوه حضرتك كانت حافظه يعني الحكايه دي، وودنها بتسمع اي مزيكا لكن تسمع كلام جوزها لا. جسم الانثى ده في عروق وغضاريف لولبيه مهلبيه سحلبيه والحلوه رز بلبن. سوري بروف مالكش دعوه بيه خالص حضرتك، هاتك ممكن تكمل كلامك لان كلامك ممتع ومثقف وجميل. ميرسي مدام ميرسي. ده غير ان عظم الست مرن نقدر نشكله زي ما احنا عايزين بحركات بهلوانيه اكروباتيه لولبيه. الله 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 عليك يا حلاوة اللهلبية والبهلوانية يا أبو هزة. يا جماعة بليز وطوا صوتكم شوية عشان أعرف أركز في كلام الراجل. حاضر بقى. حاضر. أول دقة للانتباه، براعة الاستهلال، التانية للتركيز، التالتة لأول رعشة. لو وسطك ده اللي حيعمل. يا سلام، مدرس مدرس صحيح على رأي الشاعر اللي قال قفل بو هزة وفيه التبجيلة وهز كم هزة يا أخي جاتكو نيلة. بيبي بليز عشان خاطري اسكت شوية، بقي 12 يوم على الفرح ويا دوبك ألحق كروة المنهج وأرقص من غير برشام. حاضر يا حبيبتي حاضر، بس بعد إذنك يعني أنا كنت عايز أسأل الأستاذ بو هزة سؤال بسيط كده. انجز قول. حضرتك يعني بالنسبه للنظر اللي حضرتك بتدرسه لا اوكي وهي مع الورق والقلم وكله تمام، بالنسبه بقى للعمل هيبقى في انه كباريه يعني؟ كباريه يا لهوي يا عادي، لو وصل درجه الكباريه. لا 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 طبعا استغفر الله، احنا مش هنوصل لحد كده، وبعدين يعني ما تنساش ان انا من عيله محافظه. محافظه الجيزه. حضرتك احنا اسفين جدا، اتفضل كمل. فعلا الاستاذ يعني بو هزه راجل فاهم وواثق من نفسه تماما، اتفضل حضرتك اتفضل. جسم الانثى ده هلامي رقيق وناعم وطري. ايه ده ايه ده ايه ده، انت حضرتك بتتكلم في خيال علمي، واضح ان حضرتك مش متجوز، يعني بتتكلم على انه انثى؟ ده سناء اختي انشف مني حضرتك. بتقول حاجه يا عادل؟ لا ما بجيبش سيرتك خالص يعني. بس انا سمعتك بتقول سناء. لا ده انا بقول يا سلام، ده راجل شاطر قوي. ربنا يهديك يا عادل. ربنا يوفقك يا سناء. كده الدرس خلص النهارده. انا علمتك اسس الرقص البلدي. الواجب بقى اكتبي اكتبي كتابه هز وسط 100 مره والوظه رقبه 200 مره مع مشاهده حفلات غنائيه راقصه لكل من فيفي عبده دينا لوسي مع سماع كام اغنيه شعبيه كده تكون مترقعه. الست لما يا عيني لما يا سيدي لما. وانت قاعده كده يعني ارعشي لي كام رعشه كده لزوم المنهج. ها الحصه اللي بعد الجايه امتحان اخر السنه. ده طلع راجل هزق ما شاء الله. تعمليليش توشناتوس كده، ما تخافيش بقى. بصي عايزه اقول لك حاجه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتنجحي نجاح فحشائي قد كده هون، وهتغيظي كل الناس اللي انت هترقصي قدامهم في الفرح. بجد يا مامي خايفه موت 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 موت. نو 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 خالص ما تخافيش يا رانيا ما تخافيش، انا عموما وصيت المفتش اللي هيفتش على النقطه يعني هنسرب له حاجه يعني كده من تحت الترابيزه ويعديك وينجحك ما تقلقيش. يا رب يا ماما تنجحي وتبقي راقصه قد الدنيا، واصحابي في المدرسه يقولوا لي يا بنت راقصه. Yes, 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 yes.
رب يا رب يا جماعة. بجد بجد أنا لو نجحت هجيب خروف وارقص معاه. وإحنا كمان بقى يا ستي علينا إن إحنا نرقص لك ونغني لك يوم ما تنجحي، ونقعد نقول لك إيه، ودراستي المجنونة يابا يابا علمونا. يابا يابا علمونا. قولي لأبوكي فز. فز عمره ما داق الوز. فز. يا ساتر مامي، تفتكي هنجح واجيب كام في المية؟ هتجيبي يا حبيبتي اسمها يا ماما مش كام في المية، اسمها هنجح وألم كام في المية. أنا متهيألي إنك أنت ممكن تلمي بعد الفراشة وبعد مصاريف الفرقة وبعد شوية السلطات والمزات مش أقل من 1200 جنيه في اليوم. حلاوة. معقولة؟ ده الرقصات بيكسبوا كويس قوي. تصدق ان انت غيار وانا مش هرد عليك، عشان لعلمك بقى القافله تعوي والكلاب تسير. القافله هي اللي بتعوي والكلاب يا عيني عماله بتسير كده حوالين القافله ما بتعملش حاجه. امتياز مع مسرح الشرف. مبروك يا ماما. مبروك يا حبيبتي. الله الله. يا حبيبتي هنبقى غنية عادل، هنبقى غنية. أنا كده أديت رسالتي صح وطلعت رقاصة جديدة لعالم الرقص الشرقي، سامحني يا رب. بجد يا بروف thank you very 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 much. أنا كده أقدر أرقص وضميري مرتاح. لا طبعا أنا علمتك الرقص شفهي بس. يا سلام، يعني إيه شفهي بس؟ شفهي بس يا رانيا يا حبيبتي، يعني ترقصي شفايفك بس، يعني تعملي كده. أنا فهمتك الرقص الشرقي شفهي بس، دلوقتي أنت محتاجة واحدة تعلمهولك حركي عملي، يعني اطمني الواحدة دي موجودة عندي وأنا هبعتها لك. إيه ده؟ إيه ده يا أستاذ؟ تبعت لنا إيه حضرتك؟ رقاصة تدخل بيتي هنا في وسط أسرتي؟ ده أنا عندي ست ستات حضرتك، لكن مفيش مانع إن إحنا اللي نروح لها تدينا عنوانها ونروح لها. بوهزة؟ أنت ما طلعتش بوهزة، أنت طلعت بوهزة. منك لله يا بوهزة، أنت ورانيا.